أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إجلاء نحو 13,000 مهاجر إفريقي من ليبيا خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أنه كان يطمح للوصول العدد إلى 20,000. عملية إعادة المهاجرين مستمرة، ولدينا أكثر من 13,000 أعيدوا من ليبيا إلى بلدانهم خلال الشهرين الماضيين، والأرقام في زيادة. نحن نبذل قصارى جهدنا، وكنا نطمح في زيادة الرقم إلى 20,000، لكن حدث تأخير في العملية. قمنا أيضا بعمل كبير على مستوى توفير المخيمات وإيواء المهاجرين الموجودين في ليبيا لحين إعادتهم لبلدانهم.